تباين ملحوظ تعرفه مختلف أسعار الخضر والفواكه في أسواق التجزئة، فالتجار بدورهم طمأنوا المواطن بوفرة المواد على غرار مادة البطاطا التي شهدت ارتفاعاً، وذلك بسبب ندرتها في هذا الموسم. مرتفعة، كاين بطاطا ناقصة، حبي يقول فيها خاسرة، فيها هذيك تشريها موانشير، وكاين الشابة هذيك مرفودة، هذيك تروح هي تجري. حنا واش نجيبو لي ما غالية ما نورمال مينيموم باش نقدر نبيعو بهاد السومة. الأسعار هنا نهضرو الحق، البطاطا راهي شوية مرتفعة بس مازال عندنا تسمى عندها فصل دركا توجد بالك، واحد 15 يوم توجد، راهي شوية ناقصة اللي راهي شوية، وعندك البصل هذا اليابس تاع الفريكو شوية طالع، البصل الآخر راهو يدير 3000 4000 5000 الماكسيموم، هذيك هي هذه يعني الحالة هي مليحة والله والله الحمد لله. ومن جهة أخرى المواطنون عبروا عن ارتياحهم من أسعار الخضر والمواد الاستهلاكية التي شهدت انخفاضاً بعد نهاية شهر رمضان، إلا أن الأسعار تبقى تختلف من سوق إلى آخر. لا الحمد لله كل شبيه الحمد لله، كيف الفركي الخضرة كلش صافا. أنا نقول بارابور رمضان كانوا غاليين، ما من الدجاج ما دوكا الدجاج حبط، لي بري تاع الخضرة تاع البطاطا مازالها غالية. أيوغ نشيها 10000 12000، مي هنا في بجرة 8000 9000 صافا. وفرة المواد الاستهلاكية وتراجع محسوس في أسعار الخضر والفواكه الموسمية هي بشرط على أن تشديد الرقابة وضرب بيد من حديد على المخالفين كان له نفع كبير.